اخذوه في 2013 على اساس انت مش قلت البلديه على اساس مش يعملوا بلديات جدد. يعملوا بلديه جدد اخذوه نواه بلديه حطها بطريقه سيد علي بن سالم عندي موجود في البطاقه الوصفيه حطوا عبيده ولكن ما حطوش عبيده شرقيه ولا عبيده غربيه. 26 جوان 2016 يتبدل الاسم باسم عبيده هي المقر تاع البلديه. تقسيم كل مغالطه خذاو كيما قلت لك خذاو بالبنيه الاساسيه اللي موجوده بزين بالمعدات نتاع المجلس القروي خذاو بالتعداد السكن خذاو كل وحطوا به باش يخدموا به عبيد. تخدم 2013 شكون المواطن في باله وقتها البطاقه الوصيه تتخدم اصلا بكل فماش احنا مشينا بالاتصال لو عندنا تقريبا 5 مرات 6 مرات نوصل للوالي مشينا للسيد الوالي المطلوب يقول لي احنا صارت مغالطه معناها تمت ما نعرفوش كيف تمت الامور هذه ولكن نمشوا في الطريقه الجديده في الاحداث الجديده انه صار في الاحداث الجديده في البلديات كما في فيفري 28 فيفري 26 فيفري صار 5 ولايات فيهم احداث جديده واخيرا في 4 ابريل تم التحديث اللي في الجنوب تاع تطاوين تم التحديث الجديد. اش يمشي معنا سي الوالي كل في كل جزء ونصلوا له يقول احنا يعني احنا ما عادش عندي حل خدمت خدمتي على اساس انه هاني مع الوزاره مع سكرت بالدوله على اساس حضرت ملف خلطنا بطاقه وصفيه تكون المنطقه اللي المنطقه صار فيها يعني تجاهل ومظلمه كما صار اللي موجود نمشوا اللي صار خاطر ما عادش نجي خرجان عن عبيده من البلديه باش نمشوا في المنطقه في المطلب الجديد اللي هو احداث بلديه لا وقتي ملك توفز من المشكل ما عادش يقبل حتى بشر واللي صار في عبيد وزيد اللي صار تو حتى في عبيد احنا ما عندناش فيه احنا ما صار عندنا بحديث طالبين بحديث بلدينا ما ميكو ما عندناش حاسين بعبيد لانه ما احنا مقاطعين حتى انتخابات ما ماشي انتخابات لا انتخابات ولا انتماء ولا ماشي حتى حد احنا ما نجيبوش هو طريقنا اللي يربطنا اللي هذا 25 كيلومتر بالمنطقه تو كينا احنا كي نجيبو شبيكه ولا 21 كيلومتر ما عادش نجيبو منا نجيبو شبيكه وحتى اي مواطن راه باش مش يصوت لك ولا باش يسعد لك البلدي في العمادات ثلاثه ومش مشرع الاهالي راه وتعدينا المظلم وجانا الامن دخلنا حتى لهنا كسرونا ما خلوا ما عملوا فينا ضربوهم بكرموجه ضربوهم ما خلوا ما عملوا فيه من 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 الطريق لهنا 5 كيلومتر حضروا من حضره ديالها وتربطوا وتوقفوا 23 واحد بالمحكمه خرجوا منهم فهمنا 23 خرجوا برا ومازال واحد يمس اجل يمس برك جالس متاخر ها قد نمشوا ها من جوا هاي جلسه ذي مش حضرك من جلسه مع السيد كاتب العام كاتب الدوله وبعدها مع السيد مع الوزير له مع وزير الشؤون المحليه اليوم عندنا في المنطقه كل يوم يقولنا هل الخميس هذه هل الخميس هذا الجلسه هو الخميس هذه ام سي فما مع العلم انه فما جلسه فيها طعوب فما احداث اللي مازالت ما تمتش وهي الفيصل لهم بيناتنا